مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج كشك الصحافة، وفيها موقع الموقع بوست يتساءل لماذا توقفت ميليشيا الحوثي عن إطلاق الصواريخ الفلسطينية، وفي موقع عدن تايم 6 بحارة يمنيين محتجزين في سفينة منذ أشهر يناشدون الحكومة. صحيفة عربية تقول الحوثيون منعوا تسليم كشوفات الموظفين حتى لا يتسلموا رواتبهم. ومن صحيفة البيان الخبر الأكثر تداولاً، القبض على شاب أردني خطب 45 فتاة خلال 4 أشهر. والبداية من التساؤل الذي طرحه موقع الموقع بوست وقال فيه: هل انهارت القوة الصاروخية للحوثيين مع استمرار استهدافها من قبل التحالف العربي؟ وقال الموقع: منذ أسابيع توقف الإنقلابيون عن إطلاق صواريخ فلسطينية تجاه الأراضي السعودية أو بعض المحافظات اليمنية كمأرب، وهو ما يضع علامة استفهام حول أسباب انقطاع إطلاق الصواريخ التي كثيرا ما هدد بها الحوثيون دول الجوار. وفقا للموقع، فقد جاء هذا التوقف بسبب استمرار الضغط العسكري على الإنقلابيين الذي تمارسه قوات الجيش الوطني مسنودة من قوات التحالف العربي والمتمثل بتحرير أماكن جديدة في العديد من الجبهات أبرزها السواحل الغربية لمدينة تعز. وعلى هذا الصعيد يعتقد المحلل العسكري علي الذهب أن التفسير الأكثر قبولاً يتصل بأسباب فنية يعاني منها الإنقلابيون كتأثر منصات الإطلاق جراء استهداف التحالف العربي لها، وكذا خروج بعض الصواريخ عن الجاهزية وتعذر نقل المزيد منها إلى الحدود نتيجة لاستهداف الطائرات لهم. سياسياً، احتجت الحكومة الشرعية على بعض اللقاءات التي عقدها المبعوث الأممي في صنعاء. ووفقا لموقع يمن مونيتور، فقد أعلنت الحكومة اليمنية أنها قدمت احتجاجا رسميا للمبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ على خلفية لقاء الأخير بوزير خارجية الحوثيين هشام شرف. وقال وزير الخارجية عبد الملك المخلافي إن بعض لقاءات المبعوث الأممي في صنعاء غير مقبولة وتتناقض مع التزاماته كمبعوث، رغم تصريحه الإيجابي بأن الأمم المتحدة لا تعترف إلا بالحكومة الشرعية. وأضاف المخلافي الذي نشر إعلان الحكومة احتجاجها الرسمي أن لقاءات المبعوث في صنعاء كان يجب أن تقتصر على ممثلي الطرف الإنقلابي في المشاورات، في إشارة إلى وفد الحوثي صالح وعدم القبول بخطة توريطه في لقاءات تتناقض مع التزامه الأممي. هل أدرك الحوثيون وصالح حتى الآن ماذا يعني تخريب الدولة وتسليمها للميليشيات؟ هكذا بدأ ياسين سعيد نعمان مقاله الذي لخص فيه مجموعة من الأسئلة الموجهة إلى الميليشيا والمخلوع. هل أدرك ماذا يعني الانقلاب على السلام والتوافق الوطني بقوة السلاح وغطرسة الاعتقاد بوراثة الحكم أو توريثه؟ هل أدرك ما معنى أن تملك القوة ولا تملك مشروعا مقبولا شعبيا للحكم؟ هل أدركوا أن الهيمنة تأكل نفسها مع مرور الوقت لأن الشعب الذي يقاومها يضعها أمام حقيقة واحدة فقط وهي الفشل ومن ثم العزلة؟ هل أدركوا أن الهيمنة هي مشروع خائب بطبيعته وأنه يرتد على نفسه في أقوى فعل معاكس يتعرض له من يحاولون تغيير المسار الطبيعي للحياة؟ أي المسار الذي يتوافق عليه الناس بإرادة عمياء مغلقة؟ على أوهام فيها من القبح ما يجعل الدفاع عنها غير ممكن سوى بأدوات قبيحة هي الأخرى. هل أدركوا أن الشعوب عندما تقرر مقاومة الغطرسة فإنها لا تقبل بحل يبقي على نصف الغطرسة؟ الشعوب التي تضحي هي التي تختار الحل، والشعوب بطبيعتها منصفة، حتى عندما تكون مضطرة للتضحية فإنها لا تتخلى عن الإنصاف. هل أدركوا أنه لم يعد هناك من خيار سوى السلام بشروط السلام الذي يتحقق معه بناء دولة المواطنة والقانون ونظامها الاتحادي الذي يتحقق فيه حق الشعب في تقرير خياراته السياسية وتطبيق العدالة الانتقالية في الوقوف أمام كل من أساء للشعب من موقعه في السلطة أو أغرقه في الحروب أو أفسد بنهب ثرواته وتجويعه؟ ربما أن درس مساحل يمكنهم من إعادة قراءة المشهد.
إلى موقع ماندا بريس والذي عنون في صفحته الرئيسية بعد تحريرها: المخا تحلم باستعادة شهرتها العالمية. وقال الموقع: استعادة القوات الحكومية اليمنية المسنودة بالتحالف العربي لمدينة وميناء المخا لم تشكل فقط ضربة موجعة للانقلابيين، وإنما أعادت للمخا مشروعية الحلم باستعادة المكانة الهامة والشهرة العالمية التي اكتسبتها في قرون سابقة. يضيف الموقع: بسبب موقعها البحري الهام تعرضت المخا لعدة حملات عسكرية، كان أهمها حملات البرتغاليين التي انتشرت على سواحل اليمن في أوائل القرن الخامس عشر ميلادي، وكانت تلك الحملات سببا في تنافس الدولة العثمانية والحكومة البريطانية على المنطقة. يتابع الموقع: تقع مدينة المخا غرب مدينة تعز على بعد حوالي 94 كيلومتر من ساحل البحر الأحمر، وهي تمثل الرئة البحرية الوحيدة التي تتنفس بها محافظة تعز، ويبلغ عدد سكان المخا أكثر من 62 ألف نسمة وفقا لآخر تعداد سكاني، أما مساحتها فتقدر ب 1617 كيلومتر مربع. موقع 26 من سبتمبر التابع للقوات المسلحة يقول: إن تعز والحديدة المحطة القادمة بعد تحرير المخا. وأفاد العميد الركن عبد مجلي الناطق الرسمي للقوات المسلحة أن القوات المسلحة والمقاومة الشعبية تواصلان إزالة الألغام بمدينة وميناء المخا الاستراتيجي، مضيفا: بتحرير الميناء يتم قطع شريان الميليشيات الانقلابية وإمدادهم بالأسلحة الإيرانية، كما سنتمكن من حماية الممر الدولي والسفن التجارية وسهولة تقديم دول التحالف العربي الدعم اللوجستي لاستكمال عملية تحرير محافظتي تعز والحديدة وتحرير المناطق الأخرى. ويقول مجلي: إن التقديم يأتي بحسب الخطط المرسومة من رئاسة هيئة الأركان العامة والقادة الميدانيين. إلى موقع عدن تايم والذي عنون في صفحته الرئيسية: ستة بحارة من عدن عالقين في الشارقة منذ سنتين يناشدون السفير المنهالي. وقال الموقع: ناشد ستة بحارة من أبناء عدن يعملون على متن السفينة ليكويد في غطاس الشارقة سفير اليمن لدى دولة الإمارات العربية المتحدة فهد سعيد المنهالي لحل مشكلتهم بعد مضي ما يقارب عامين وهم عالقون في السفينة. وقال في مناشدة عبر عدن تايم بعثوها من السفينة: نعمل على متن السفينة منذ عامين، وأمضينا سنة تقريبا منذ بدأنا نطالب من الشركة النزول من الباخرة، لكن وكيلها في دبي يماطل، ناهيك عن عدم دفع الرواتب وإجبارنا على البقاء فيها، مؤكدين تفاقم معاناتهم النفسية بسبب بعدهم عن أهاليهم طوال فترة الحرب. وناشدوا القنصل اليمني محمد صالح قطيش بمساعدتهم لتسلم حقوقهم ومغادرة دولة الإمارات إلى عدن، لافتين إلى وجود وعود سابقة من السفارة قبل أسبوع لإكمال إجراءاتهم قبل أن يتفاجأوا بتغيير ردها بإيعاز من وكيل السفينة. الحوثية في عربة الموتى. تحت هذا العنوان كتب مروان الغفوري مقاله المنشور في مدونة الجزيرة نت، وقال في جزء منه: مثلت 11 من فبراير من عام 2011 انقلابا شاملا على كل التواطؤات التاريخية، وهددت في جوهرها كل المصالح التي اكتسبتها الإمامية من اختراقها للجمهورية. تغيرت قواعد اللعبة لدى النظام السياسي، وصار المنشق الحوثي مطلوبا للخدمة. لقد بدأ أن مصالح عائلة صالح ليست فقط من سيجني الخسارة، بل المذهب والسلالة والقبيلة. قدمت الثورة خطاباً مبدئياً حول توزيع السلطة والثروة وإعادة صياغة النظام السياسي ليصبح قادراً على استيعاب حركة الشعب واتجاهاته في كل البلاد، وليكون في متناول كل الفئات والأفكار والاتجاهات. تلك هي الخسارة الجسيمة في تقدير الثالوث الحاكم. شهد العام 2011 ذروة انتصارات الحوثي العسكرية، بينما انصرفت كل القوى الشبابية والسياسية إلى ميادين الثورة. كان صالح يسلم ترسانة عسكرية كبيرة إلى جماعة الحوثي، وتلك استطاعت في ذلك العام اقتحام مدينة صعدة والسيطرة عليها، كما اتجهت إلى الجوف وحجة واقتربت من عمران. كما اخترق الحوثيون الجمهورية فقد اخترقوا ثورة فبراير. بنو خياما لم ترفع علما جمهوريا. كانت خيام الحوثيين هي المكان الوحيد الذي لا يعزف فيه النشيد الوطني ولا ترفع فيه ألوان الجمهورية الثلاثة. بدلاً عن ذلك كانت صورة عبد الملك الحوثي تأخذ مساحات كبيرة في خيام الثوار الحوثيين،
وتحتها وفوقها كتبت كل العبارات الدينية التي تتحدث عن اختيار إلهي لعبد الملك الحوثي ليكون سيدا على كل الناس وحاكما لهم. كانت تلك هي المساهمة الزائفة للجماعة الحوثية في ثورة 11 من فبراير. من بين أخبار الصفحة الرئيسية لموقع المصدر أونلاين نقرأ: تقرير لجنة العقوبات الدولية يؤكد تورط نجل صالح بعمليات مالية مشبوهة لزعزعة اليمن، حيث أكدت لجنة العقوبات الدولية الخاصة باليمن حصولها على أدلة تثبت تورط نجل الرئيس السابق صالح في عمليات غسيل أموال وعمليات مالية مشبوهة أسهمت في زعزعة الأوضاع في اليمن. ونشرت شبكة الجزيرة خلاصة التقرير الصادر عن لجنة العقوبات الدولية التابعة لمجلس الأمن والخاصة باليمن، والذي أكد اكتشاف اللجنة تحويلات مالية مشبوهة وعمليات غسيل أموال ترتبط بشركات يستخدمها نجل المخلوع صالح. ويشير التقرير إلى حصول فريق الخبراء على إثباتات إضافية تشير إلى دور رئيسي يلعبه خالد نجل الرئيس في إدارة شبكة مالية لصالح والده وشقيقه أحمد صالح. وقالت اللجنة إن لديها أدلة تثبت مسؤولية الحوثيين عن عمليات قصف استهدفت أحياء ومساكن ومدارس ومستشفيات وأسواقا شعبية مزدحمة في مدينة تعز، وأكدت على تعاون الحكومة اليمنية معها. وفي المقابل رفض الحوثيون السماح لفريق الخبراء بزيارة صنعاء، واستوجبت اللجنة مسؤولين محليين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، وذلك بشأن احتمال تورطهم في أعمال تهدد وحدة وسلامة أراضي اليمن. وقبل قراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. قالت صحيفة الشرق الأوسط إنه في إطار استمرار عملية الرمح الذهبي، تستعد قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية للاتجاه إلى محافظة الحديدة شمال مدينة المخا. وأوضح عبد الرحمن النهاري المسؤول الإعلامي للمقاومة الشعبية في إقليم تهامة أن المسافة المتبقية أمام الجيش الوطني والمقاومة الشعبية للوصول للحديدة بعد تحرير المخا هي 150 كيلو مترا فقط. وأشار في حديث مع الشرق الأوسط إلى أن المقاومة الشعبية في الحديدة على أهبة الاستعداد للالتحام مع الجيش الوطني في عملية تحرير المدينة. وقال إن المقاومة الشعبية دشنت عملياتها العسكرية النوعية في مارس 2015 وحققت أهدافا كبيرة وموجعة للإنقلابيين. وأتوقع النهاري أن تكون عملية تحرير محافظة الحديدة سريعة وخاطفة وقوية. إلى صحيفة العربي الجديد التي عنونت في إحدى صفحاتها: الحوثيون يحبسون بيانات الموظفين والحكومة تعجز عن صرف الرواتب. وتقول الصحيفة: تحتجز السلطات الموالية للحوثيين قواعد البيانات وكشوفات الرواتب، بينما تؤكد الحكومة الشرعية على ضرورة توفر البيانات لديها لصرف الرواتب التي توفرت خلال الفترة الأخيرة. وقال مصدر حكومي في تصريح للعربي الجديد إن المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ يبذل جهودا لإقناع سلطات الإنقلابيين بتسليم قواعد البيانات التي لا تزال في البنك المركزي بصنعاء وتسليم كشوفات الرواتب، ليتسنى للحكومة صرف رواتب موظفي الدولة في صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين. وكان رئيس حكومة الإنقلابيين في صنعاء عبد العزيز بن حبتور أعلن يوم الاثنين الماضي رفضه تسليم البيانات وكشوفات الرواتب. وقال بن حبتور في تصريحات صحفية إن وثائق أجهزة الدولة السيادية والوزارات والمؤسسات ستبقى في صنعاء ولن نتخلى عن شيء منها. تقول صحيفة إماراتية في تحليل خاص بمعارك المخا إنه في المقاييس كافة، بعد تحرير المخا يعد تحرير المخا إنجازا استراتيجيا باعتبار المدينة مطلة على البحر الأحمر وفيها ميناء تاريخي منذ قرون عدة، ويشرف على مضيق باب المندب
أحد أهم الممرات البحرية في العالم، ووفقا لصحيفة الخليج فهو أيضا إنجاز عسكري، لأنه حرم الانقلابيين من منفذ كبير للتزود بالأسلحة المهربة من إيران أساسا، كما حرم الانقلابيين من نقطة رئيسية لتهديد سفن الملاحة الدولية، كما هو إنجاز سياسي حيث أكسب الحكومة اليمنية الشرعية مصداقية وقدرة على ربط القول بالفعل، ما سيعزز أوراقها إذا تم الذهاب مجددا إلى مفاوضات السلام التي أجرى بشأنها المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد زيارة إلى صنعاء. تتابع الصحيفة: جاء هذا الانتصار بعد أيام من انتصار لا يقل أهمية عندما تم تحرير مدينة ذوباب، وما تزال عملية الرمح الذهبي مستمرة في تمزيق سيطرة الانقلابيين على الساحل الغربي لليمن، وستعمل بنفس الزخم والصبر والعزيمة على تحرير مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي هو الآخر. الكاتب اللبناني إلياس خوري كتب مقاله في صحيفة القدس العربي تحت عنوان لا تخافوا، محذرا من الخوف الذي أصبح لصيق قضايانا. هنا وهناك للحرية صوت واحد وتستطيع أن تتكلم لغة واحدة. لقد وحد الفاشيون والعنصريون والمستبدون والأصوليون العالم في المواجهة، وما على الديمقراطيين والمدافعين عن حق الإنسان في كرامته الإنسانية سوى التوحد في لغة المقاومة. لغة المقاومة واحدة نصوغها من جديد ونكتب بها الألم والأمل، ونخوض من خلالها معركة الصمود في وجه الوحش الفاشي العنصري الذي يريد إطفاء البريق في عيون أطفالنا. إنهم أقوياء لأننا منقسمون، يتبرطعون باللغة لأننا نسينا لغتنا، ويتسلطون لأننا خفنا واستهولنا الجنون الذي بدأ في الحرب الأمريكية على العراق واستكمل في غزو سوريا من كل الفاشيين والعنصريين الذين جاء بعضهم لدعم الدكتاتور وجوئ ببعضهم الآخر من أجل تلويث ثورة الشعب السوري بالوسخ التكفيري الطائفي. إنهم أقوياء لأننا استسلمنا وسمحنا للسفهاء واللصوص بالاستيلاء على قضية فلسطين، فشعر العنصريون الصهيونيون بأنهم يملكون ضوءا أخضر من أجل استكمال زرع أرضنا بالاستيطان والكراهية والحقد. لا تخافوا، إنها معركة واحدة، شرط نجاحها هو طرد الدجالين من صفوفنا. لقد وجدت الصهيونية بيتها الحقيقي في الترامبية، فلنحاصرها هناك. لا تخافوا، إنها معركة مصنوعة من عشرات المعارك، وهي معركة صعبة وقاسية وشرسة، لكن علينا أن نعي أننا نقاوم الوحش الذي يريد إعادتنا إلى عهود الظلمات. تورد صحيفة القدس العربي واحدة من قصص الجدل السياسي العربي، حيث قال رئيس الوفد الروسي في المفاوضات السورية المقامة في العاصمة الكازاخية لرئيس وفد النظام السوري: أنت ودولتك تعيشون في عالم غير عالمنا. وقال مصدر غربي من داخل اجتماعات المحادثات السورية للقدس العربي إن فصائل المعارضة رفضت المشاركة في حوار مباشر في الجلسة الأولى من المحادثات مع النظام، وأن سجالا دار بين الجعفري رئيس وفد النظام ورئيس وفد المعارضة علوش، واتهم الجعفري علوش بعدم الجدية في المباحثات، ووصف الجعفري كلمة علوش بأنها خارجة عن اللياقة الدبلوماسية وبها إسفاف في القول وعدم ارتقاء لمستوى الحدث وأنه استفزازي. وأضاف المصدر الغربي أن علوش قال للجعفري: الدول العظمى أتت بنا وبكم إلى هنا، ونحن نمتلك تفويضا من الشعب السوري خلافا لكم. نختم جولتنا الصحفية بهذا الخبر الأكثر تداولاً، حيث عنونت صحيفة البيان: القبض على شاب أردني خطب 45 فتاة خلال 4 أشهر. وقالت الصحيفة: ألقت الأجهزة الأمنية الأردنية القبض على شاب أردني قام بالاحتيال والنصب على 45 فتاة، وذلك عبر خطبتهن في مدة لا تتجاوز 4 أشهر، وفق ما أفاد به خبير وحدة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام. وقال الخبير الأمني رائد سمور: إن شابا أردنيا قرأ فاتحته على 45 فتاة في الأردن، وذلك قبل أن تلقي وحدة الجرائم الإلكترونية القبض عليه بعد شكاوى متكررة من الفتيات بأنه قام بالاحتيال والنصب عليهن.
وأوضح سمور أن الشاب كان يوهم الفتيات بأنه رجل أعمال ثري، خاصة أنه كان يتجول في سيارة فارهة. وأضاف الخبير الأمني بأنه بعد تعرف الشاب على الفتاة كان يزورها في البيت ويلتقي بأهلها ويقرأ الفاتحة معهم على نية الخطبة. وبعد مرور الأيام كان يدعي أن دائرة الضريبة تتحفظ على أمواله، الأمر الذي تتعاطف من خلاله الفتاة معه فتقدم له الأموال فيأخذها ويختفي بعد ذلك عن الأنظار. المثقف والاغتراب الرديء. تحت هذا العنوان كتب أحمد برقاوي مقاله المنشور في صحيفة العرب اللندنية. يعيش المثقف عادة حال الاغتراب الذي لا يفارقه طوال حياته الإبداعية، بل قل إن الاغتراب هو أس التجربة الكتابية لمثقف أوتي أي حظ من موهبة الإبداع. وآية ذلك أن المثقف هو دائما ابن الممكن المتجاوز للواقع، ولهذا فهو يعيش تجربة ما يجب أن يكون على نحو مستمر، يعيش تجربة التناقض بين أحلامه وآماله وواقعه، ويعبر عن هذا التناقض في الفن والأدب والفلسفة بوصفه متمرداً. والتمرد هنا هو التعين الحقيقي لاغتراب المثقف، فيتمرد على اللغة السائدة، يتمرد على السلطة السائدة، يتمرد على الفكر السائد، وهكذا. لا يمكننا أن نفهم مستقبل الثقافة في مصر لطه حسين، أو معالم الحياة العربية الجديدة لمنيف الرزاز، أو الماركسية والشرق لإلياس مرقص، أو خطابات مثقف الأيديولوجيات الكبرى القومية والاشتراكية إلا بوصفها تجاوزاً للواقع وثمرة من ثمرات التناقض بين الممكن الذي يحلمون به والواقع الذي يرفضونه بمعزل عن الموقف النقدي من هذه الخطابات. وفي اللحظة التي يتوقف فيها المثقف عن أن يكون روح الممكن، فإنه يلفظ أنفاسه الأخيرة ويغترب عن ذاته. رغم حصار السنوات يتمرد فلسطينيو غزة على واقعهم ويوجدون لأنفسهم بدائل حياة متعددة. جولتنا المصورة في حقول غزة البسيطة التي تغطي جزءا كبيرا من الاحتياجات، وقد وردت الصور في صحيفة العرب الجديد. نتابع. إذن وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير. إلى اللقاء.